في إطار المساعي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة سيتجاوز المستوى المستهدف له البالغ 600 مليار دولار بحلول عام 2020. صندوق الاستثمارات العامة الذي توجد أكثر من 50% من استثماراته في السعودية سيستثمر 45 مليار دولار في أماكن أخرى العام القادم، تشمل صندوق رؤية سوفت بانك أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم وصندوق الاستثمارات العامة، ويستثمر في قطاعات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات. مشروع منطقة اقتصادية ضخمة بقيمة 500 مليار دولار المعروفة باسم نيوم تسعى المملكة لتحقيقها، ما اعتبرت أحد أكبر الاستثمارات لصندوق الاستثمارات العامة والتي تمتد إلى الأردن ومصر. وحول الخصخصة، تسعى السعودية لخصخصة أكثر من 20 شركة في عام 2019، وذلك في قطاعات المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة، وتهدف لجني 35 إلى 40 مليار ريال في إيرادات غير نفطية من برنامجها للخصخصة وخلق ما يصل إلى 12 ألف وظيفة. هذا وصنفت وكالة ستاندرد أند بورز ديون السعودية عند A- و A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم متزايد من الاستثمارات الحكومية.